الحمد لله لربي وفقنا واخذنا المركز الاول في الالعاب البارالمبيه باريس 2024. هذه كانت اول مشاركه للجزائر في هذه الرياضه، يعني تقدر تقول لي كانت مسؤوليه كبيره انه يعني كاول اختصاص يعني انك تمثل الجزائر في رياضه مع دول عندهم يعني اكسبيرينس علينا ياسر في المجال هذا. والحمد لله يعني الجهود والعمل اللي درناه جزانا ربي واخذنا المركز الاول. يعني كيف كان هو شعورك عندما دوى النشيد الوطني هناك في باريس؟ شعور لا يوصف، لانه احنا يعني رانا في الضمان عملنا بالرياضه هذه ونعرفوا يعني وزن الدول اللي قاعدين نديروا في لاكورس معاهم، يعني باش تشوف انه الجزائر يطلع العلم تاعها مع لي بي الاخرين الكل، يعني هذا يعني شيء يعني الحمد لله يعني شيء جدي وشرف. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.